دوما وللسعادة منهاج. هذا من المسائل المتعلقة في هذا ما يتعلق بالعمل والتعبد لله عز وجل في أمثال هذه الظروف، ما الواجب على الإنسان أن يفعل؟ نقول بالنسبة للآيات، الآيات التي ينزل الله عز وجل ينزلها الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الزلازل أو كان ذلك من الكسوف والخسوف أو الرياح التي الشديدة، ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله، واللجوء إلى الله عز وجل متنوع، لا يوجد عبادة مشروعة محددة بشيء من الآيات إلا آية واحدة وهي صلاة الكسوف والخسوف، فإنها مشروعة وقد جاء صفته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك من الآيات فالمشروع من ذلك هو واللجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة وغير ذلك. وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز، فإنه كتب إلى 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 أهل القرى أن يتصدقوا لما حدث زلزلة في زمانه. وأما بالنسبة للصلاة وصلاة الزلزلة، هل تصلى صلاة الزلزلة كصلاة الكسوف أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى إلا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. ولهذا نقول إن مشروعية صلاة الجماعة توقف على الدليل. ولكن ما الواجب على الإنسان في هذا؟ الواجب على الإنسان في هذا أن يتذكر وأن يعتبر فيما يأتي من الآيات ما هي العبرة من تغيير الله عز وجل لمجرى الكون ولو علمت السبب. نقول معرفتك للسبب لا يعني عدم وجود حكمة، فالله عز وجل يقبض روح الإنسان ويعلم الإنسان أمراضه. ولهذا من الناس من يأتيه مرض يهلكه، ويعلم أنه سيهلكه، وهل علمه بأنه سيهلكه يمنعه من أنه سيفضي إلى الله؟ فالله جل وعلا جعل أمثال هذه الأمور لأسباب، وهذه الأسباب ولو ظهرت للإنسان ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لدقته في كونه وصنعه يجري الكون وفق أسوأ أسباب لا يجعلها مضطربة. اضطراب الكون من غير سبب دليل على عدم دقة الصانع جل الله عز وجل عن ذلك. ولهذا نقول وجود الأسباب وإدراك الإنسان لها ينبغي الإنسان أن يدفعه إلى الإيمان، فدقة هذه الأسباب وأثرها وتتابعها وكذلك أيضا ما ينتج من سبب آخر، فإن هذا أمارة على وجود دقة الصانع سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يزداد في ذلك إيمانا، لا أن يزداد في ذلك كبرا وطغيانا وإسرافا على نفسه. نقول بالنسبة للزلازل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم في ذلك دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أن الزلزلة وقعت في زمنه فشرع النبي لذلك عبادة. وقعت زلزلة في زمن عمر، ولكن لم يأمر الناس بالصلاة، وإنما قام فيه موعظا ومذكرا ومخوفا وكذلك أيضا مهددا. نقول ينبغي أن يكون ثمة موعظة من إمام المسلمين في أمثال هذه الحوادث والتذكير، كما فعل عمر بن الخطاب وكما فعل أيضا عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة الإسلام. بالنسبة للمسائل الكونية التي يحدثها الله عز وجل وآياته أيضا في الكون، ما يتعلق بالزلازل وكذلك أيضا الاضطرابات وربما أيضا الرياح وكذلك أيضا الأمراض والأوبئة التي تجتاح الأمم والشعوب، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى التي يخوف الله عز وجل بها عباده ويأمرهم ويحذرهم أيضا نفسه سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم مستقر، والأدلة في ذلك مستفيضة من كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يرسل آياته تخويفا لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والله جل وعلا يرسل بها تخويفا لأولئك العباد، وكذلك أيضا يجعلها الله سبحانه وتعالى وفق سننه وتقديره ووفق الأسباب الكونية الموجودة يهيئ الله سبحانه وتعالى. ثمة نظرة عقلية ينظر إليها الإنسان يظن أن آيات الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون خارجة عن السببية، وإلا لا يؤمن بهذا. هذه المدرسة العقلية التي تنظر إلى الأحكام الشرعية وتنظر أيضا إلى آيات الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المنظار المادي، أن الإنسان إذا اكتشف وعرف سبب شيء ووجوده فإنه حينئذ لا يؤمن به. هذه مدرسة متناقضة من وجوه متعددة. من هذه الوجوه وأن الإنسان إذا أتى الله عز وجل بشيء لم يظهر للإنسان سبب من أسبابه الظاهرة، فإنه يقول بإنكاره، يقوم بإنكاره ودحضه. ولهذا المشركون من كفار قريش وغيرهم ينكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب وسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وذلك أنهم لا يرون أن هذا يوجد سبب مادي يؤهل الإنسان لوجوده لفعل هذا الشيء. ولهذا يتهمون أنبياء الله سبحانه وتعالى بشيء من السحر والكهنة، كما اتهم فرعون وقومه موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بشيء من الآيات والمعجزات التي أتى الله عز وجل بها على يديه، من ذلك قلب العصا حية وكذلك إخراج يده بيضاء. هذه الأشياء إذا كانت خارجة عن الناموس والسنة الذي يدركه الإنسان الكوني يقوم بعدم الإيمان به، يظن أن هذا ضرب من ضروب الخرافة والسحر. وإذا جاء وفق السنة الكوني قالوا هذا أمر معروف وليس له آية وليس له أيضا علة، فيظنون أن العلة الغيبية الإلهية لابد أن تكون خلاف سنة الكون.
وهذا فيه ما فيه من ضعف الإدراك، وكذلك أيضا تغييب جانب حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. كذلك أيضا فرض علم الإنسان على علم الله، يعني أن الإنسان إذا علم شيء فليس ثمة حكمة، وإذا لم يعلم هذا الشيء فإنه إما أن يؤمن به أو يؤمن بوجود الحكمة. والعقلانيون إذا ظهر لهم السبب قالوا هذا سبب معروف، وإنما هو تنفس الأرض أو اضطرابات داخلية تكون في الأرض، أو مثل الكسوف هذا شيء من مرور المجرات أو بالبعض الكواكب فيستر بعضها بعضا وتختفي عن الأرض. فإذا أدركوا أمثال هذه الأشياء ظنوا أنه لا يوجد آية بمثل هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يجري مثل هذه التغيرات في الكون بأسباب معلومة ليبين للناس أن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على تغيير تركيبة الكون، وكذلك أيضا تغيير تركيبة آلية. إذن فهذه النظرة نظرة عقلية قاصرة، والله سبحانه وتعالى يجري الكون وفق سبب قدره الله سبحانه وتعالى مقتضى ذلك الحكمة. ثمة أسباب خفية دقيقة جدا في الكون لا يدركها الإنسان، فالإنسان لا ليس كل شيء يخفى عليه يقوم بتعطيله وتعطيل حقيقته وعدم الإيمان به، فربما كان له أسباب لا يدركها الإنسان. ولهذا الإنسان كثيرا ما يتحير في أشياء في ذاته، والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أمر الله عز وجل الإنسان أن يبصر بنفسه وأن يتأمل، فكل يوم يجد له شيء، وهذا إذا كان في ذاته فإنه في باب الكون من باب أولى. الله سبحانه وتعالى يرسل الآيات من هذه الآيات الزلازل، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول وما نرسل بآيات إلا تخويفا. وجعل الله عز وجل أيضا زلزلة الأرض من علامات الساعة، وكذلك أيضا اضطرابها، ولهذا يقول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر شيئا عظيما وحدثا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يخوف بهذه العباد، وقد جاء في زمن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى شيئا من ذلك. قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما روى البيهقي من حديث نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن الأرض تزلزلت في زمن عمر حتى اصطكت الأسرة، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال أحدثتم حدثا إن عادت خرجت من بين أظهركم. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يقلق ويخاف من آيات الله عز وجل، وأنه ينبغي له في ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من ذنوبه، وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة. ولهذا في أمور الآيات ينصح الإنسان بالاستغفار والتوبة وكذلك اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، تخويف الله عز وجل لعباده ليبين لهم حكمه وقدرته على تغيير الكون وتغيير مساره، وأن الذي غير شيئا منه قادر على أن يغيره بكامله، وأن الذي غير باطن الأرض وأحدث اضطرابات قادر سبحانه وتعالى على أن يغير ما على ظاهرها، والذي غيرها بوجه قادر على أن يغيرها من كل وجه، والله سبحانه وتعالى أوجدها من عدم فهو أولى بأن يغيرها من داخلها، فهذا من باب أولى. والله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الأشياء أيضا ليخرج الإنسان من انغماسه في دائرة الأمن. إذا أمن الإنسان وركن فإنه يبطر ويتكبر، فالله عز وجل يريد أن يحسسه بالخوف والقلق حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يقصده الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الناس في زمن الآيات أنهم على نوعين، أقوام يعتبرون وهم هؤلاء أهل الإيمان والتوفيق، وأقوام لا يعتبرون الذين لا يزدادون إلا طغيانا فيما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من آيات. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي أنهم يزدادون بهذا الطغيان مع ما يأتيهم من تخويف وعيد وآيات الله سبحانه وتعالى. من الناس من الله عز وجل يأتيه بالآيات ويزداد طغيانا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي من الناس من رأوا إذا أرأوا آيات الفلكية والكونية وأرأوا آيات الله عز وجل الناطقة في كلامه سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى تنزل عليهم الآيات، وكذلك عقاب الله سبحانه وتعالى التام في هذا.